أحاول أن أظهر لكم فوائد التدريب في الشبكة التدريبية. أوصي هذه المرة، أنا أوصي باستخدام هذه الشبكة بعد فترة الإحماء مباشرة أو خلال فترة الإحماء لتطوير الأسس، تطوير التكنيك، تطوير المهارة، تطوير اللعب. راح أبدي بتطوير الأسس اللعب، مثل الإسناد. الإسناد هو المفتاح الثاني من أسس اللعب الهجومي، فأريد أطوره من خلال الشبكة هاي اللي سميتها أنا شبكة التدريب. وما أريد أتكلم عنها كثير بقدر ما أريد تشوفها كثير، أنت تراقبها وتشوف قيم التدريب في هذا الموضوع. مناولة جدارية بالمربع اللي هو 15 في 15، مناولة تقديم إسناد. لاحظ اللاعب رقم 1، لاحظ اللاعب رقم 3، مناولة جدارية ويا واحد في المربع الأول، مناولة طويلة وتقديم إسناد. شوف الحركة عبر المربع الوسطي، لاحظ واحد، هي حركة ركض لإسناد اللاعب 3. لاحظ 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 لاحظ، هذا يأخذ التدريب في الشبكة التدريبية إلى ما يعرف واقعية اللعب، لأن أنا أمرر وأقدم الإسناد. أنا الآن تظهر في الدورات التدريبية بالميديا، يقول لك باس أند رن، باس أند رن، رن وين؟ أما تروح إلى فراغ إيجابي أو تروح إلى موقع يسموه فراغ ساند للاعب اللي حائز على الكرة، اللي مررت له أو اللي غيرك مرر له. إحنا الآن نشتغل على الإسناد اللي مررنا له. فأنصح مرة ثانية وثالثة ورابعة، تطوير المدربين ضمن برنامج يسمى الاتحاد يضعه، برنامج تطوير المدربين. هذا مو برنامج وإنما بروجكت، هذا مشروع تدريب وطني. هذه اللي تشوفه أمامك، أريد يعني رجاء أن يعمل المدربين العاملين مع الفئات العمرية 14 فما فوق وبقية المستويات لفترات بعد الإحماء. ونفس الشبكة تقدم مساحة تدريبية راقية للإحماء بالكرات، سأركز عليها لأذكر بما درست أنا في لندن بالدورة الابتدائية الأولية وليس المتقدمة، لأن أنا عندي الأولية والمتقدمة. المتقدمة تعادل لبرو، كانت يعني هذا اللايسنس يعطوك إياه كشهادة أخيرة في التدريب. فعندي أنا اللايسنس اللي عادل للبرو، لذلك أنا لا أخذ برو ولا أخذ أي ولا أخذ، ما أحتاج، لأن أحسن من درب في الدورات التدريبية قال كلمة لا أنساها: خذ الدورة التدريبية ولا تذهب إلى البيت، اذهب إلى الساحة. الساحة ستعطيك كل يوم دورة تدريبية. فذهبت إلى الساحة لمدة طويلة من الزمن، إلى أن تقريبا هضمت كل مبادئ اللعبة ميدانيا على شاكلة: إذا كنت مدربا فعليك أن تعرف كل شيء عن اللعبة التي تدربها. هذا هو اهتمامي بالشبكة التدريبية التي أتمنى أن تكون حاضرة في بلدي على الأقل مع الفئات العمرية. تذكر أن هذه ليست خطوط وإنما علامات، في كل نهاية خط علامة وليست هناك خطوط، رغم أني يعني كنت أخطط الساحة في بعض الأحيان كما تراها وأدرب في هذه المربعات. سترفع من قيم الأسس عند اللاعبين إلى أعلى مستوى
لم تكن أنت كمدرب تتوقعه. وأنا شرحت في الفعالية الأولى لماذا؟